رسمنا شيء في بغداد، وضعنا الخطط، والقطاعات الماسكة حقيقة هي اللي تابعة لقيادة عمليات بغداد، الجيش والشرطة الاتحادية وكل قطاعاتنا حماية المشاهد جاي تنفذ الخطة المرسومة بعمل جيد حقيقة. ماكو رباك، السير ماشي. احنا الطريق هذا شارع سايدين ذهاب وإياب للعجلات، والآخر هو للزوار، والمواكب محمية، وشبت الزائر التقيت بهم حقق كل الأمور تسير مثل ما نريد احنا إن شاء الله. أبدا ما عندنا أي قلق للشوارع، وكنت أتجول يعني تجولت من القراعات إلى جسر الديالة سلمان باك، ورجعنا هسه حاليا بهذا. حقيقة أي قطع ما عندنا، والأمور ماشية بشكل جيد جدا. وتدري نوبات زخمة السيارات وعددها الكثير يسبب شوية تأخير، ولا حقيقة الأمور ماشية بانسيابية جيد.